السلام الشباب، شلون احوالكم؟ اموركم؟ رجعنا لكم فيديو وين الفرخات والكبار. طب هسه جو شباب الفرخات، امس روحنا واحده من عندنا، هاي الجوزيه ام الحبل برجليها، هذه واحده، واليوم مقعن اثنين. وقعت هاي العينها تزري ماي، ووقعت شلون هذه هسه، هذا العتاير حافيه مسعتله ومقصه وودعه اثنين. ووقع اليوم الاشعل اخو هذا البي بياض، الاشعل اخو هذا ابو بياض الصدف تقطيره، هي قبل يومين همه نشرت لكم عينها هم خربانة شوية وصحت، ما ادري يعني صاحبنا هذا الولد هنا هم قرابتي وصاحبنا، ما ادري بعد عنده مو عنده، وبعد ايش وقع من عندنا الكمر اللي عندنا، هذا الكمر اللي نزل اللي هناك نزل، قام تقلبين وظل الكمر اللي هناك حاط هو ويا واحد، وين عاجين ابيض تبيرجتين او ثلاثة برجتين شرشب، يعني مو مكمر شرشب ماشي، لان اثنين عفتين وجيت راح دور لبابا الله اشتغل بالقهوة، من جيت لقيت الموجودات ولاش على من جيت ما انتبهت له، الله شاهد وياهين مياهين، هسا اللي يروح واللي يجي هلا بي طرفين، يعني احنا عندنا هذا ما عاد شنو قضيته يا شباب، سودني هذا شباب من اهد ال طيرة من اهدهن، هذا تكفحل 100% تكفحل، هذا من اهدهن يرجع يعوفن ويرجع. هسه ما ادري احنا ايش قلنا، ايش وقع من عندنا هسه، وقعت من هنا الجوزيه هاي ام الحب كانت حنفه خت، ولا ما نريدها لو بل بدينار ما نجيبها، هو الشغله هاي ايش عندنا، وقع والله بعد الاشعل تقطيره هو وريشه بذيله هم فدوه خي، ولي وقعن اثنين حافي المشعتل هم تقطيره، وقعت معين هم تقطيره ما اريدها الحافي تقريبا شباب أربعة، واللي يروح تزبيط حش السامع وحش اللي يسمعنا الله شاهد، لا بحالة ولا عشري بطقاك، مجرد الونسة والونس يعني الله شاهد، لو باش الكريم السخطر ما أهمله حلو، لأن هسه الباقيات تقريبا هن بقى عشرين وعلى عشرين 22 عندك هنا 24 26 28 30 32 34 36 37 38 39 40 هاي 40 واحد، وانا وهذا واحد موجوع 41 ذكرت هذا بالفرخات، ما هو قبل يومين ثلاثة العزلت من هنا اللي قلت لكم ضاربات، اعتقد عند واحد صاحبنا هنا، لا والله هذا يا عرفت يوم هذا يا، بس بعد اكواع كم شهنا ولد من ربعنا ضايع الصفحة يطير، نشوف كم وش واحد معتين الاشعل ما نعرف، فدوة 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 اللي يروح فدوة،
هسه خنطب له جوا شو يسوي. يا علي ومن ان شاء الله جهزني. هسه عندنا الحمام البيوض عندي شباب. هذا يرد طلعه هذا ما خلي الله شاهد. هذا غريب وجابوا لي يعني صغير ما عابر حتى سنة. المهم سنة ما خلي. وهذا البيض نعمة من الله. شباب عندنا هذا الحني زوج هاي الطيرة الحافية هو حافي. المهم غايتنا المهم مو هاي. غايتنا اليوم احنا على الفراخ النقصين والعالم كذا تعرف الفرخة شنو. هذا عندنا واحد وشباب هاي هسه البيضة ينتظرها راعيها ليمتى تفقس. تفقس وطلعت وكبرت. شوف هسه شلون هذا دينا قاموز هاي يابا. والله طلعت مفرخ خليها قتلك. هذه البيضة شوفوها قدامكم امتانيها يوم يوم وتجي العالم تقعد لك تكمش منك وتبتر لك. هاي مفرخة خرب حتى يومك. والله خاب وجاني والله العظيم. هسه اذبك حرام. ها ما اخلي يلا شاهد انطيه من حرامات ما يصير. ما شباب قوة تسوي الفرخة تكبرها ويكمشونها. اذا ما يكمشونها يخربون عليك والبعض يبتر لك. اشكال هو هذا الحمام بعد. بس الله كريم. احنا هذا ابو تركية وهذا ما ادري شلون تاليته. هسه اعتقد منا اليوم شباب هذا البرج بعد ما اخليهن بيه. هن راح اخليهن هنا منا اليوم ثلاثة على ما جنحهن يطق يصيرن خفاف. على مو نقوم نهدي هدا واحد ليش نطير ذني ونرجع ذني. سالفة بعيدة. وهسه يا شباب افتهمت الموضوع والخرخات اللي راح نعتين اعطيناكم اياهن واحد واحد. وشباب لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد في مال الله شباب.